مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان، يلا نبتدي مع بعض يومنا بمشروع مهم تم تنفيذ المرحلة الأولى منه في محافظة القاهرة. المشروع ده هيتم افتتاحه النهاردة من قدام المتحف المصري في ميدان التحرير، مشروع اسمه كايرو بايك، وده فكرته الأساسية هي تشجيع الناس على ركوب الدراجات كوسيلة للمواصلات في العاصمة، ده طبعا عشان نقلل استخدام العربيات والمواصلات العامة ونقلل الزحمة اللي بتكون موجودة في أوقات الذروة، وفي نفس الوقت كمان نحافظ على البيئة. بكل تأكيد يا منى، مش بس نحافظ على البيئة، ده احنا كمان هنحافظ على صحتنا. يعني جسم الإنسان بيحتاج على الأقل 30 دقيقة في اليوم رياضة، ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم، أو على الأقل مشي زي ما بنقول، يعني أضعف الإيمان تمشي 30 دقيقة. فركوب الدراجات كمان بيعتبر نوع من أنواع الرياضة، مفيد جدا في تنشيط الدورة الدموية وبشكل عام تظبيط المود العام بتاع الشخص. وبالتأكيد لما تستخدم العجلة في المشاوير القريبة على الأقل، ده هيفرق كتير جدا في الروتين اليومي. يعني مثلا الناس اللي شغلها في وسط البلد ممكن جدا ان هم ييجوا يركنوا عربياتهم فين؟ في جراج التحرير، وياخدوا العجلة لحد مكان شغلهم. أو حتى الناس اللي بتروح شغلها عن طريق المترو ممكن برضو تاخد العجلة من محطة المترو لحد مكان شغلها، بدل ما كانت ممكن بعض الناس تستخدم أي وسيلة تانية تساعدها في الوصول لمكان شغلها. وده بالتأكيد هيخلق طاقة إيجابية مهمة جدا نبتدي بها يوم دايما. أكيد الفكرة إن المشروع ده فيه 45 محطة موجودة للدراجات، هتبقى موجودة في وسط البلد وفي جاردن سيتي وفي الزمالك، وأي حد يقدر إنه يأجر العجلة دي من خلال الأبليكيشن اللي هتبقى موجودة طول الوقت، والناس تقدر تستخدمها. ممكن بقى ياخدها مثلا من محطة المترو أو من قدام جراج التحرير ويوصل بيها للمحطة اللي موجودة مثلا في شارع الشواربي ويسيبها هناك، وغيره هياخدها من الشواربي لغاية محطة مترو مثلا محمد فريد. كل عجلة فيها خاصية الجي بي اس علشان محدش يقدر يسرقها أو يحطها في مكان غير الموقف بتاعها، فده أعتقد هيسهل على الناس إنها تتحرك بسهولة، مش مجبرة إنها ترجع الحاجة مكانها، فبتبقى مزبوط. لو غيرت وسيلة المواصلات أو لو عدها حاجة أسرع، وكمان الناس تقدر عارفة بقى أماكن الموقف فتستخدمها على طول. الجي بي اس مظبوط، دي حاجة مهمة جدا. وكمان اللطيف في المشروع ده، مشروع كايرو بايك، إنك أو تكلفة هذا المشروع أو قيمة الإيجار بتاعته في الساعة بجنيه. يعني أنت حتى لو كنت هتوصل لمحطة المترو وتاخد أي مواصلة تانية، أقل مواصلة هتاخد مثلا تاكسي حتى لو كانت مسافة صغيرة 15 جنيه على الأقل 20 جنيه يعني. إنما ده تكلفته جنيه بس، واليوم كله لو واخد أنت العجلة دي يوم كله ب 8 جنيه. كمان القائمين على هذا المشروع اختاروا أماكن مهمة جدا للمحطات اللي بتكون جنب محطات المترو وخطوط النقل العام، وده هيسهل كتير من استخدام العجلة، وكمان هيوفر على الناس مجهود كبير وهيشجعهم على ان هم يستخدموا الدراجات بشكل اكبر وبشكل امن، وبالتالي هنخلق مجتمع صحي ونشيط. نصبح على حضراتكم. عايز تقولي حاجه؟ انا عايز اعرف انت بتسوق عجل ولا بتسوق؟ طبعا ده من زمان على فكره، وانا بحب العجل من زمان جدا وبركب عجل، لكن يمكن الفتره الاخيره دي يعني ما بركبش عجل، بس ممكن ارجع افكر والله في اني اركب عجله تاني. احنا جينا من يمكن سنتين او يمكن من 3 سنين كان في مبادره رئاسيه بالتعاون مع وزاره الشباب عن الدراجات، وكانت حتى وزاره الشباب موفره كميات من الدراجات للشباب بالتقسيط ولشباب الجامعات وللناس كلها. فوقتها انا في الوقت ده على فكره اشتريت عجله وولادي كمان. فندم وركنتيها؟ لا 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 والله بستخدمها ساعات، وولادي كمان ابتدوا يتمرنوا، فاحنا ساعات بناخدها بقى ونتحرك. على فكره ظريفه جدا، بس بترجع بقى عندك شد في عضلات ده عشان في البدايه. ما هو برضو اي حد بيركب العجله دلوقتي لازم ننصح الناس، زي اي حد بيعمل رياضه او بيمارس رياضه الجري او بيدخل جيم او كده، لازم واحده واحده عشان عضلات رجلك طبعا. فنبتدي واحدة واحدة، الناس اللي كانت بتركب عجل زمان ولسه هيبتدوا يرجعوا مرة تانية، فواحدة واحدة حتى عشان العضل ما يشدش تاني يعني. ايوه بس الرياضه جميله، وممكن تعمل كمان حاجه ظريفه قوي ان الاسره اتنين ياخدوا عجله وينزلوا يتمشوا بيها، هتبقى ظريفه قوي. صحيح، ده مشروع جميل حبينا نبدا مع حضراتكم حلقتنا بيه النهارده. بنصبح عليكم مره تانية، اهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.